السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير قوي. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة شتوية لذيذة جدا وكلنا بنحبها في الشتاء عشان تدفينا وتقينا من البرد. معايا كده حلة على النار وحطيت فيها كده معلقتين من الزيت وحطيت لسان عصفور. هنعمل مع بعض النهاردة شوربة لسان عصفور بس على طريقتي وطريقتي المفضلة كمان. معرفش أكل أي شوربة غير بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها دي. هشوح كده لسان عصفور لحد ما اخلي لونه ذهبي، وبعد ودلوقتي شوحت اهو لسان عصفور وخليت لونه ذهبي اهو زي ما انتم شايفين. مقطعه بقى معايا بصلايه صغيره مقطعاها مكعبات اهو زي ما انتم شايفين كده. هقلبها بقى شويه مع لسان عصفور، هخليها تدبل كده شويه وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. تمام كده، برضو مقطعة بطاطسية صغيرة مقطعها مكعبات، هنزل بيها دلوقتي على البصل ولسان عصفور وهسيبهم يتشوحوا شوية مع بعض، بيدوا ريحة وطعم بيبقى حلو جدا في الشوربة. تمام كده، هنزل بقى بالبطاطسية اللي قلت لكم عليها مقطعاها مكعبات زي ما انت حابه، مكعبات كبيرة مكعبات صغيرة، انا بحب الحجم ده لان بيبقى شكلها حلو قوي في الطبق. ونشوحهم شوية كده مع بعض وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني. ودلوقتي اهو شوحتهم كلهم مع بعض، هنزل بقى كده بمكعب مرقة. عايزه اقول لكم مكعب المرقة ده بيفرق جدا في الطعم، بيدي طعم حلو جدا وريحة حلوة قوي اثناء وانت بتشوحي كده. فانا هشوحه كده شويه مع المكونات بتاعتي علشان يدوب معانا. تمام، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. اثناء ما انت بتشوحي كده لو عندك شوربه اغليها وجهزيها جنبك، لو ما عندكيش شوربه اغلي ميه. تمام، وانت كده كده حاطه مرق فهيبقى ليها طعم برضو حلو جدا. ودلوقتي اهو خلاص مكعب المرق اتفتفت معانا في المكونات بتاعتنا وريحته حلوه جدا، ريحه الخليط بتاعنا ده حلو قوي. انا غاليه جنبي شوربه، او انا كنت يعني سالقه ربع فرخه كده فاخدت شوربتها كده وهزود بيها لسان عصفور بتاعنا لحد ما اغطي المكونات بتاعتي كلها، وبعد كده هسيبه يستوي ونشوفه بقى لما يستوي. وانا شغالة في لسان العصفور عملت جنبه رز بشعرية وكمان عملت فاصوليا بيضة، وان شاء الله اشوفكم بعد ما الشوربة تستوي، استنوني بقى. ودلوقتي الشوربة استوت اهي ما شاء الله وشكلها شهي جدا، وعايزة اقول لكم طعمها حلو قوي ما شاء الله وريحتها جميلة جدا. تعرفي ازاي انها استوت؟ بتاخدي كده بطاطسية على معلقة وبتشوفها استوت ولا لأ. لو استوت يبقى خلاص كل الشوربة بتاعتنا استوت، لأن بتبقى اللي بتأخر في السوى البطاطس، بيبقى لسان عصفور استوى وكل حاجة، بيبقى فاضل بس البطاطس هي اللي بتأخر في السوى شوية. وطبعا ما تنسيش الملح بتاعك، انا بالشوربة كانت مملحة كويس وكان ومكعب المرق ما كنتش محتاجة ملح تاني. ودي كانت سفرتي النهاردة، اتمنى انها تعجبكم. ودي الشوربة بتاعتنا ما شاء الله حلوة جدا، شايفين شكلها شهي جدا، لما تيجي تاكليها بقى مع عصرة ليمون كده بتبقى طعمها خرافة. وده الرز بشعرية اهو، وطبق الشوربة التاني اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله، عايزة اقول لكم طعم وريحة خيال. وفاصوليا بيضة، وعملت سلطة خضراء، عارفين طبعا ما بقدرش استغنى عنها خالص في اي اكلة، وبألف هنا وشفا. وده صدر الفرخة اللي انا عملته معاكم، وبألف هنا وشفا. اتمنى النهاردة سفرتي تكون عجبتكم، واتمنى اكون افدتكم باي حاجة، وان شاء الله جربوا وصفتي دي بنفس الطريقة ان شاء الله هتعجبكم. وان شاء الله استنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.